كان لهنا تبادل الخبرات، جاءوا تقريبا 20 طبيب من الصين مختصين في عدة تخصصات، الأمراض المتنقلة المعدية، الأمراض التنفسية، وكذلك الانعاش. وهذو هما التخصصات خاصة اللي يتكفلوا بمرضى الكوفيد. يعتبر أول فريق الخبراء الصينيين إلى شمال أفريقيا وإلى المغرب، وهذا تدل على لها أهمية خاصة، وكمان تدل على علاقة متميزة بين الصين والجزائر. وكمان طبعا وإنهم جاءت معهم بمواد الطبية حوالي 15 طن من مساعدات أجانب الصين كهبة، التي سوف يتبرعونها إلى جانب الجزائري لتعزيز التعاون في مكافحة الفيروس كوفيد 19.